skin keeps flooding ولا germs inside؟ أول واحدة اللي هي السيل ماشي. skeleton made up of bones ولا muscle؟ بونس complete fist beat and push strongest two lungs two sides contract and expand it is filled with blood or pushing blood. طيب انا عندي هنا السؤال ده، السؤال هنا عاوز يعرف يعني هنا complete number one the heart is a not organ. strongest organ يعني عضو قوي، كلمة strongest يعني قوي جدا. ماشي. The heart is in the size of your too long لا disc، يعني هو العضو ده زي نفس الحجم بتاع your fist، يعني قبضة اليد لما بتكسر ايدك نفس الحجم. number 3 the heart is divided into. two sides ماشي. The heart automatically not to beat. pushing pushing blood صح. pushing blood The heart expand when امتى يحصل له يتمدد ويكبر؟ لما يخش له ايه دم، يبقى it's filled with blood. كن لما بيتملي بالدم. طيب the heart contract when امتى القلب يجل كده ويقفل على نفسه لما يعمل ايه بامبنج المي؟ لما beat and push. لا بوشنج بلاد، لما بيطرد الدم بوشنج بلاد. ما احنا لسه قايلينها فوق يا مس اي انا عارفه. طيب اللي فوق دي ظهرت اوتوماتيكلي ايه بقى؟ بيت اند بوش عندي. لا اوتوماتيكلي كونتراكت اند اكسبانس. كونتراكت اند اكسبانس يعني يقفل ويفتح، يفتح ويقفل وهكذا. هنا نمبر 7 ذا هارت لايز بتوين، الهارت ده بيبقى بين مين؟ تو لونجز، تو too long لونج لونجز، تو لونجز صح. ذا هارت نقط اند نقط بلاد ثرو يور بودي بيت اند بوش. انت متأكد ان انا محلتش معاك ده؟ معقولة؟ لا حلتي معايا يا مس complete largest flood similar و germs و constant و sun number one using the node protect your skin from harmful sun rays سان سكرين number two skin keeps your body بلد اي ماشي. number 3 the skin color of your hand are similar. نمبر ايوه similar يعني similar يعني الايدين بتاعتنا متشابهين. طيب number 4 skin protect your you from harmful كريمز كريمز germs اللي هي جراثيم. كريمز number 5 skin is the not organ in human body. لا لارج skin keeps your body temperature نمبر كاميرا constant number 6. طيب السؤال اللي بعد كنا complete
عنده كلمة بونز، وعنده اي اند برين، وعنده ذا هارت اند لانجز، وعنده توجذر سكلتون وريبيج وقصة. نمبر 1، ايه هو اللي بيعمل بروتكت البرين اند ايس؟ اسكال. ايوه طيب، muscle and bones work تو جزر، تو كده معنى كلمة جزر يعني بيشتغلوا مع بعض. سكال بروتكت مين؟ الجمجمة بتحمي مين؟ تحمل اي ان بري. طيب نمبر 5، ايه نمبر 4، نقط بروتكت ذا هارت اند لانجز، مين اللي بيحمي القلب والرئتين؟ ريتك. ريب كيج، كلمة ريب كيج اللي هو القفص الصدري، ريب كيج اللي هو القفص الصدري. طيب عندك نمبر 5، ريب كيج بروتكت مين ومين؟ بوم الريب بوم كيج، الريب كيج بيحمي مين؟ بوم نمبر كام يا ناس؟ ناس ناس اه عندك نمبر 6، ريب كيج بروتكت مين ومين؟ ذا هارت ان لانجز. نمبر 5، نقط ميك اب سكيلتون، مين اللي بيعمل سكيلتون؟ بوم نمبر 7، بونز ميك اب ايه؟ سكيلت complete the steps of the digestion. We chew food in our mouth. We swallow the food nutrient to go to the blood to give us. يلا نمبر 1 ريها. اور بودس جيف اس تكنولوجي وين وي need to eat يا مس 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 يا مس أيوة حبيبتي أريد ماشي. نمبر 2، نكتب في نمبر 2 بعد ما جسمنا يقول لنا أنا جعان، المفروض الأكل يروح فين؟ شيو فود ان اور ماوس. طيب بعد كده هنبلع، بعد ما اه بعد كده نمبر 3 تبقى ايه؟ وي سوالو فود يعني نبلع الأكل. نمبر 4، نمبر فور ستومك كونتينز اسيدك جوز ذات ميكس ويز ذا فود. طيب نمبر 5 اخر واحده، نيوترينت، نيوترينت جو تو ذا بلود تو جيف اس انرجي، الاكل يخش في جسمنا عشان ناخد البتاع ده، بترول في دايجشن ستورت ان ستومك، صح ولا غلط؟ صح غلط حلوة دي، ستوبر دي لو كان هو كاتبها ماوس كانت هتبقى صح، لكن هو كاتب السمك. هل انت بتبتدي تاكلي من المعدة بتاعتك الاول؟ لا ما انت بتقولي لي صح دي. يس اتلخبطت وانا بعد كده طيب قلت لك نمبر غلط 2، ماي سكال بروتكت ماي لانجز، صح ولا غلط؟ غلط تمام. ماي هارت لوكيتد بتوين تو لانجز، صح ولا غلط؟ صح muscles and bones work together that helps in move. صح
My skin keeps my body temperature constant. صح. Doing exercise is healthy habit. صح. My skin protect my brain and eyes. صح. Nutrient give us energy. صح. We eat food to get enough energy. صح. My skin color is different. غلط. Bones are seen organ. غلط. Eating healthy food is healthy habit. صح. Drinking soda is an healthy habit. صح. My skeleton is made up of bones. صح. Using sunglasses protects my skin. غلط. مكان ماشي تمام. فكر نكتبها سان سكرين. برافو عليكي، لا تعبت تارود. What is the name of organ and its seen ولا not seen؟ يعني هنكتب ده اسمه ايه، بعد كده هنقول هل هو سين ولا انسين. يلا بينا نشوف. الاولاني ده اسمه ايه ده؟ ريب كيس ايوه. طب هو سين ولا انسين؟ ام سين. طيب والتاني ده اسمه ايه ده؟ لونج. لونجز. طيب سين ولا انسين؟ ام سين. والاولاني فينيس. الريب كيج سين ولا انسين؟ ام سي طيب والحج ده سكال. سكيل. ايوه. طب والتلق ده، ايه وده اسمه ايه اللي بعده؟ هارت. طيب ماشي، برافو برافو. الاسكال سين ولا انسي؟ الصورة اللي هاند. الاسكال سين ولا انسي؟ فينيوس. الصورة دي. ام سي. طب الهارت؟ ام سي. طيب والهاند؟ سي. النوز؟ سي. اسمه ايه ده؟ اهو. برين. وده تم. طب بالنسبة للبرين سين ولا انسين؟ ام سي. والاستومك ام سي. الحاجات دي بقى الإجابات بتاعت اللي احنا حليناها من شوية. كل ده الإجابات، إجابات 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 إجابات، كل الحاجات اللي احنا كنا بنحلها. بس في واحدة بس احنا عملناها، فين دي؟ اللي هي ما صفحة فور دي. يا بنت ما كله حليناه والله العظيم. صفحة فور احنا حليناه كله. ليه مش انت دخلت مرة واحدة على الورق؟ اصبر يا باشا انت. بصي عندك هنا في بقى الحاجات دي لسه مش محلولة، اللي هي صفحة كام؟ صفحة 11. هاتيلي صفحة 11. صفحة 11. انت طبعتيه ولا مش انت طبع الملف ده ولا مش طبعاه؟ يا عمي.
انتي نزلت الصبح كام؟ 11. هي موجودة هنا يا عمري موجودة عندك انت في الكتاب اللي مش راضي بتاع الملف اللي مفيهوش رقم صفحات ده. بصي اهو أيوة بس لقيت موجود لي. معايا. طيب لقيت لي يا حبيبتي السؤال ده، شوفوا اهو، نحل مع بعضنا ولا اسيبك تفكر فيه؟ مع بعضين. نحل مع بعضنا. حاضر. بص في الأسئلة دقيقة واحدة، بص في الأسئلة بعد كده هحل معاكي. حاضر، أنا هحاول أشوفها هنا. ليه بس الصفحة دي مش موجودة؟ مش موجود ازاي لما انا البتاع ده هو المذكرة انتوا اللي بعتنها لي. نمبر 1، نوت ميكس يور ماسل، كربوهيدرات ولا بروتين اللي بيعمل عضلات؟ قولي. بروتين تمام. نمبر 2، اورنج بروتين. از، خلاص خلاص ماشي، اورنج از اه هيلثي ولا ان هيلثي فود؟ healthy ماشي. نقط از فروم فات، ميت ولا بتر؟ بطل. food we eat regularly is diet ولا minerals؟ diet نقط از فروم كربوهيدرات، بريد ولا ميت؟ بريد. chips is a healthy ولا unhealthy food؟ unhealthy. ايوه كده، برافو عليكي، شاطره ممتازه. When we lose a lot amount of water, we will hydrate ولا dehydrate؟ لما انت بتشربي ميه وانت مثلا عرقتي او لعبتي وبقيت، هايدريت يبقى dehydrate. water keeps my body temperature high ولا constant؟ كونستنت. we lose water by sweating ولا drinking؟ تويتينج. polar bear lives in rainforest ولا polar habitat؟ بولر هابيتيت. lions live in grassland ولا polar habitat؟ grassland. what is creature like plants and animal، organism ولا habitat؟ on grass. monkeys live in polar habitat ولا rainforest habitat؟ rainforest habitat. not is the place where the plant and the animal live normally and grow، habitat ولا organism؟ habitat candies are healthy ولا unhealthy food؟ unhealthy. yogurt is healthy ولا unhealthy food؟ healthy. apple is a healthy ولا unhealthy food؟ healthy. cat is living ولا non living organism؟ living. rock is living ولا non living organism؟ not living. bear is living ولا non living organism؟ living.
elements we need in a small amount for normal growth. Vitamins ولا minerals؟ فيتامينز. مش مينرال، ايه؟ مينرال يا حبيبتي. لا يا مس فيتامين. أكيد لا، مينرالز are substances that we need to stay healthy. Vitamins. استني كده بقى عليها ثواني. يا مس خلاص خلاص عرفت. احفظيها بقى عشان ما تنسيش، عشان تتلخبط. Elements we need in small amount for normal growth يبقى vitamins. نقط substances that we need to stay healthy يبقى minerals. تمام، تمام. مش صح وغلط. صودا is healthy food. هل الصودا healthy food؟ طب number two، monkey lives in polar habitat. غلط. موسس بلانت live in polar habitat. صح. Lions live in wetland habitat. غلط. Nuts is from protein. صح. Meat and chicken are from protein. صح. Carbohydrates give you energy. صح. Habitat is the place that animal and plants live in and grow. Apple is in healthy food. صح ولا غلط؟ ماشي. Rock is living organism. خلاص ماشي. living rock is living organism. غلط. يا ناس غلط. ماشي. number 11، dehydration means that your body has enough amount of water. صح. صح ازاي؟ dehydration means that your body has enough amount of water. معنى كلمة dehydration يعني انت جسمك مليان مية وشبعان ومروي. يا بطوط، الكلام ده انت لا متأكد منه ولا بتقوله خلاص؟ يا مس اكتبها صح. dehydration means that your body has enough amount of water. ده هيدريشن. امال هيدريشن يعني ايه بقى؟ يا مس انا قلت لك صح. ما انا عارفه انت قلت صح. بص هنا شوفي، هو دلوقتي عنده غلطه. كاتب لك هنا when we lose a lot amount of water we will hydrate، وكاتب دي هيدريت. لما شوفي السؤال ده، لما بنفقد ميه كتيره من جسمنا معناها ان الجسم في حاله جفاف، يعني دي هايدريتد. ماشي، فتعال نتاكد من الكلام ده على جوجل. عندي حاجه اسمها جوجل ترانسليت، هجيب لك معنى كلمه، يا الله هجيب لك معنى كلمه دي هايدريت وهايدريت، عشان بس تطمئني وتبقي فاهمه الكلام اللي بقوله لك انا صح. هاي دريت ودي هاي ديريت. طيب هاي ديريت يعني بص، دي معناها جفاف، دي هايدريشن
يعني واحد عنده جفاف. يعني جفاف يعني ناشف نشفان، المية اللي في جسمه طلعت لبره وطلع عينه وعرجان وعاوز يشرب ميه وعطشان وهيموت عشان يشرب شوية ميه، عشان كده بنقول عليه دي هيدريت. لكن هو بقى واحد تاني شارب ميه ورايق ومرتاح وكويس خالص، يبقى ده اسمه ايه؟ مروي، عنده هيدريت. فانا كده بقى لما اجي اجاوب هقول ايه؟ هقول يا بطوط يا عسول انت. هيدريت ايوه، يبقى السؤال بتاع صح وغلط، هقول عليه غلط ولا صح؟ غلط. امال ايه؟ ما لازم اقول عليه غلط. ده الاجابه الصحيحه بتاعته غلط، عندك في الكتاب في المستر حلل لك غلط، الورقة اللي معاك أو النموذج ده عندك هنا غلط، هو حلها لي غلط هناك، رقم 11 محلول عنده غلط. إيه؟ دي سطحة محلولة، هو كتب فيها صح. ما أنا بقول لك، ما أنا قايل لك إن قايلة لك إن هو عندكم في المدرسة بيلخبطوا وبيحلوا أي كلام، مش مركز هو، دي غلطة. بص بالعربي بيقول لك الجفاف معناه إن جسمك فيه مية كفاية. طبعا غلط، فهو كتبها لك صح، يبقى معنى كده ان هو ايه؟ نحسن على عيني. طب نطلع لفوق، جايب لك في التشوز، بص السؤال بتاع التشوز، وين وي لوز على تمام انت فوتر، لما انت جسمك بيفقد ميه كتير من جسمك معناها ايه؟ راح هو كاتب هاي دي هايدريت. فالسؤال ده هو جاوبه صح واحنا جاوبناه صح، فهو جاي هنا في صح وغلط، يروح كاتبها لك صح طبعا، فهو كده غلطان. عرفتي؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ فهمتي ولا ايه؟ بسبوسة جميلة يا رودي حلوة، نعم انت فاهمة الكلام بقول ولا لا؟ فهمي. طيب واثقة في الحل ولا مش واثقة في الحل؟ طيب نمبر 12 بقى، drinking water protect my bones، لما بشرب ميه ده بيحمي العظام بتاعتي. صح. ماشي، much sugar makes you feel anxious، لما بناكل حاجات فيها سكريات كتير ده بيخليني ببقى قلقان ومتوتر. صح. جوافة has vitamin C. صح. يلا بسرعة بقى، eating much sugar making you sticky. orange has vitamin K. كاروت هاف فيتامين ايه. باستا فروم بروتينز. هايدريشن ميكس يو فيل دايزي. ايه يا مس دايزي دي؟ استنى بس لما اشوف معنى كلمة دايزي. هو ايه ده بقى ان شاء الله؟ هو ايه ده؟ هذه فيها غلطة؟ مش عارف. اه يعني دايخ دايخ، لما انت تكون بتشرب ميه بتحس ان انت دايخ. لا minerals are substances we need to stay healthy. بس كده طبعا الزوم هيخلص دلوقتي، هنفتح تاني. ماشي يا بطوطه، ماشي. باي باي. جميلة انتي، حلوة. طيب باي.